السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخوان ديالنا نهار جديد مع فيديو جديد، كنتمنى من الله تكونوا كل شيء على خير وبخير. جميع المشاهدين ديالنا كما كتتابعوا معنا ان شاء الله يا ربي، كتشوفوا معنا هذه القطعة الأرضية اللي هي كتحتوي على 83 المترو، بدينا فيها ان شاء الله يا ربي اللي هي في الجزيئة ديال طابولة في تطوان. طبعا يسهل علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين، تكون واحد انطلاقة جديدة اللي هي نبداو فيها ان شاء الله يا ربي. تابعوا معنا في الفيديو ان شاء الله، اي حاجه درناها غادي نشاركوها معكم. طبعا الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع يا ربي. ما تنساوش تشتركوا معنا، اي واحد شاف الفيديو عجبو يشارك معنا، ونهاركم مبروك ورمضان مبارك سعيد علينا وعلى جميع المسلمين الامه الاسلاميه يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق الجميع يا رب العالمين. اي حاجه نزلناها غادي نشاركوها معكم ان شاء الله يا ربي، وشكرا لكم. يعني كما وصلنا لمرحلة نهاية الفيديو، هاي القطعة ديالنا تسالات إن شاء الله يا ربي. تابعوا معنا الفيديو إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي كل من حد لنا شي حاجة نشاركوها معكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة، وشكرا للجميع.